serta nomor teki 255. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن من الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
Falamma ja الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق.